طيب احنا ان شاء الله النهارده في بتاعنا هنتكلم عن حاجه اسمها الجوينت ديستريبيوتد للراندوم فاريبلز. عموما لما كنا بنتكلم على البروبابيلتي او الديستريبيوشن فانكشنز اللي كانت موجوده عندي كنا بنتكلم على فاريبل واحد. يعني ايه فاريبل واحد؟ كان في عندي حاجه اسمها راندوم فاريبل. لما كنت برسم f اوف اكس ذا فانكشن بلس بروبابيلتي ديستريبيوشن فانكشن دي اكس، مين الاكس؟ ده كان كنا بنسميه الراندوم فاريبل. تمام، ده فاريبل بحسب او بشوف الديستريبيوشن بتاعي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفاريبل. انا بقى النهارده مش هنتكلم على فاريبل واحد، احنا هنتكلم على جوينت. جوينت يعني هربط تو فاريبل مع بعض. يعني الفانكشن بتاعتي مش هتكون فانكشن في الاكس فقط، لا ده هتكون فانكشن في اكس فور في تو فاريبل. يبقى انا عندي في تو راندوم فاريبل وهبدا ان انا اشوف الديستريبيوشن بتاع الفانكشن. ليه ردع بنفسي واشوف على حاجه بالشكل ده كده؟ احنا كل تعاملنا كنا بنتكلم على فاريبل واحد ونشوف الديستريبيوشن بتاعه شكله ازاي. قلنا ان في ديستريبيوشنز مشهوره جدا زي النورمال ديستريبيوشن، زي اليونيفورم وهكذا. ايه اللي يخلينا ادخل في القصه زي دي؟ دي مهمه عشان زي ما قلت لك ان احنا بنتكلم على تطبيقات بهاي فولتج. اديك مثال بسيط قوي، احنا لما بنيجي نعمل اختبار ل امبلس ويف فورم، عارفين كلنا الامبلس؟ الامبلس دي للناس اللي ما تعرفوش هو عباره عن فولت او كارنت ويز تايم، بتبقى قيمه كبيره في البدايه وبعد كده ايه؟ بيحصل لها ديسيبيشن. فبيهمني في الفانكشن دي حاجتين مهمين، اللي هي قيمه الريست بوينت خلاص، القيمه اللي عندها الماكسيموم بتاع الامبلس والتايم بتاع الامبلس. فبالتالي انا كده بهتم بايه؟ بحاجتين. كل مره هعمل التجربه هبص على ايه في التجربه؟ ايه الاوتبوت بالنسبه لي؟ هبص على قيمه الكرنت او قيمه الفولتج بتاعي والتايم اللي هيحصل عنده مين؟ البريك داون. او لو هعمل مثلا بريك داون على عين، المعيدين بقى بتوعنا عارفين الكلام ده كويس، لما نيجي نعمل اختبار نجيب عينه ونعمل عليها اختبار. يهمني في الاختبار برضو لو انا بتكلم على بريك داون فولتج، يهمني قيمه الفولت اللي هيحصل عنده بريك داون والتايم، خد وقت قد ايه عشان يحصل له البريك داون. فبالتالي انا كده في بعض الحاجات في التطبيقات الكهربائيه بالنسبه لي خاصه في الهاي فولتج هي بتهتم الاوت بتاعي في تو فاريبلز زي الفولت وزي التايم. خلاص دي اشهر الحاجات، وهديكم دلوقتي كمان امثله على حاجات مختلفه. فعشان كده احنا بندرس النهارده وهنشوف النهارده مع بعض الجوينت ديستريبيوشن، ان اطلع او يكون عندي او استنتج فانكشن في مين؟ في تو فاريبل. تمام، هو ده. فالتو فاريبل او التو راندوم فاريبل بالنسبه لي هطلع لها البروبابيلتي ديستريبيوشن، لها اسم مشهور اللي هي الجوينت بروبابيلتي ديستريبيوشن. وبرضه في منها زي ما خدنا قبل كده في الكونتينوس وفي الديسكريت، نفس الكلام زي ما كنا بنقول الاف اكس في منها كونتينوس وفي منها ديسكريت. فبرضه هنا الجوينت ديستريبيوشن في منها الكونتينوس وفي منها الديسكريت. ساعات بقى الاسم الاشهر شويه في الاستخدامات عندنا بنسميها الباي فاري. باي يعني ثنائي، يعني هي فاريت او الفاريبل بالنسبه لي هو ايه؟ ثنائي. فده بنسميه باي فاريت ديستريبيوشن. يبقى انت لما بتسمع طبعا كلكم يعني ان شاء الله شغالين ماجستير فهتحتاج انك تقرا بيبر. لو انت بتقرا بيبر هتلاقي حاجه ريليتد للجوين ديستريبيوشن، هتلاقي كتير قوي ما بيقولش اسمه جوين ديستريبيوشن. يعني كلمه جوين ديستريبيوشن دي مش هتيجي تسمع عنها تاني خالص. فدايما لما يجي يعبر عن ديستريبيوشن في تو فاريبلز بيسميه ايه؟ الباي فاريبل ديستريبيوشن. خلاص؟ عشان كده ده الاسم الدارج او ده الاسم الاكثر شيوعا. طيب هديكم برضو بعض الامثله للحاجات اللي موجوده في الهاي فولتج كومبليكيشن للجوين ديستريبيوشن او الباي فاريبل ديستريبيوشن. زي المثال الاولاني اللي انا قلت لك عليه اللي هو الريست بتاع الكرنت او الماكسيموم بتاع الكرنت بتاع اللايتنج. اللايتنج ده احد اشكال الامبلس، خلاص؟ امبلس يا اما سويتشنج يا اما لايتنج. ف يا ترى
القيمة بتاعت الكرنت كانت امبليتيود، والطن اللي بيحصل عنده مين؟ بيحصل عنده الماكسيم. أو مثال تاني البريك داون فولتج والتايم بتاع البريك داون. لو عندي عينة بعمل عليها اختبار يهمني يا ترى قيمة الفولت اللي هيحصل عنده البريك داون ده بكام؟ والتايم اللي هيحصل عنده البريك داون ده بكام؟ برضه أمثلة تانية زي الستشارج فولتج مع اختلاف الكونتامينيشن لير والسلاليتي بتاعت الليكر. ده كان بالمناسبة يعني ده الشغل الماجستير اللي أنا عملته كان بيتكلم على النقطة كان برضه بايفاريال ستريت. يعني ايه القصه بتاعت الكونتامينيشن لاير والسلينيتي؟ لو انت عندك اي عازل عارفين العوازل بتاعت ابراج الجهد العالي ده شكل عازل من العوازل العوازل اللي بتاعت الهاي فولتج ترانسميشن بقى زي الموجودين عندنا. الفكره كلها ان هي معرضه لعوامل البيئه فمعرض ان يبقى عليها لاير كونتامينيتد ميشن. خلاص اللاير دي لها ايه؟ تكنس تمام. وممكن الطبقه نفسها اللي حوالين الكونتامينيت اللي حوالين السليت بتاعي يكون فيها نسبه ملوحه. نسبه السلينيتي والثيكنس بتاع الراب نفسه اللي عليه بيخلي قيمه الديسشارج فولتج تختلف. عشان كده دايما انا مهتم بالحاجتين، مهتم ان انا اعرف يا ترى الديسشارج فولتج ده او الفلاش اوفر فولتج ده الاسم الصحيح بقى بتاعه، الفلاش اوفر فولتج اللي بيحصل على سطح العازل هل بيحصل نتيجة ان السكنس زاد ولا نتيجة ان الملوحة بتاعة المادة نفسها قاسية؟ فبالتالي بقى بالنسبة لي عندي في فانكشن فين؟ في تو فاريبل خلاص السكنس والايه؟ والسلينت. يا ترى مين فيهم هو اللي هيتحكم او هيخلي فيهم الايه؟ السكنس فولتج. فدي كلها امثلة على حاجة زي كده. برضه في مثال تاني مثلا هتشتغل بريدكشن زي التمبريتشر في اثناء الفولت كرنت جوه السيركت بريكر بتاعك. احنا لما بنفتح السيركت بريكر على فولت كارنت بيبدا يتكون حاجه اسمها الاركنج كارنت او الاركنج فولتج. لاحظ السويتشنج في هاي فولتج لما اجي نفتح البريكر بتاعي بيبدا يحصل ايه؟ يحصل ارك. خلاص فالارك ده الفولتج بتاعه بيختلف معايا والتمبريتشر نفسها لما الفولت يحصل يا ترى هما الاثنين دول بيأثروا عندي في البروسيس بتاعتي بيأثر. ان انا ممكن لو الفولت كارنت بتاعي كبير الاقي ان درجه الحراره مالها هتزيد، درجه الحراره هتزيد فقيمه الارك الفولت ماله يكون مختلف. فانا عيني على مين؟ على الاثنين. ابص على حراره جوه الفيكسد والموفينج كونتاكت اللي هو جوه السيركت بريكر وشكل الارك فولتج اللي بيحصل فين على السيركت. دي كلها حاجات بنتكلم على مين؟ موفينج. خلاص هي نفس البروسيس بتحصل بس في ايه؟ في تو فاريبل انا انتجستي بيها. دي امثله خارج الهاي فولتج بس ريليتد برضه موضوع الجوينت ديستريبيوشن زي مثلا لما بتدرس بنظام الكريدت اور زي في مصر كده السنه اللي حضرتك بتدرس فيها وعدد ساعات الكريدت تمام؟ وعدد ساعات الكريدت ده برضه مثلا ممكن تكون في ليفل 3 وبتدرس مثلا 12 اور. في واحد تاني ليفل 3 بس بيدرس كام؟ 15 اور. في واحد ليفل 4 بس بيدرس 10 اور. فبالتالي انا كده بهتم بمين؟ بحاجتين، ان انا اشوف هو الطالب ده في ليفل كام؟ وبياخد كام كريدت اور في الترم. مثلا نمبر اوف سيجرت سموك باي داي، واحد بيشرب سجاير، بالنسبه لي عدد الايام في الاسبوع، يعني مثلا في يوم بيشرب فيه عدد كبير وفي ايام بيشرب فيه عدد ايه؟ عدد صغير. فبعمل هنا ديستريبيوشن للاثنين لعدد السجاير والمين والايام اللي هو بيشرب. مثلا تايم بتاع الباص درايفر بيك اب لو عندك سواق اتوبيس المفروض بيوصل المحطه في ميعاد معين بنشوف هو كل مره بيوصل في ميعاد صحيح بالنسبه للكوانتيتي اوف الكافيين اللي الباص درايفر نفسه بيشربها. خلاص يعني لو الراجل ده بيشرب مثلا كميه كافيين عاليه فانا بربط علاقه بين كميه الكافيين اللي بيشربها وبين الميعاد اللي هو مين؟ بيوصل فيه، الراجل ده مواعيده مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ فاحنا يعني ايه الاسباب في كل الحاجات دي؟ احنا بنتكلم على ايه؟ على حاجتين، حاجتين ممكن تكون الاثنين مش ريليتد لبعض بس هما الاثنين بيأثروا فين؟ في البروسيس اوفر اول. خلاص؟ فعشان كده دي ايه؟ في بعض الامثله اشهرها الحاجات اللي احنا الاربع امثله اللي فوق دول هم دول الحاجات اللي هي ريليتد للهاي فولتج ابلكيشن.
ده مقدمة عشان نبقى فاهمين احنا هنتكلم عن ايه النهاردة. هنتكلم عموما على function لمين؟ الـ two variables. خلاص؟ الـ two variables دول هما related لحاجة أنا إيه؟ أنا مهتم بيها في الدراسة بتاعتي. تمام؟ فلو جينا بصينا على الشكل زي ما قلت لك إن احنا الـ function بتاعتي ممكن تكون إيه؟ continuous discrete. دول مثالين لـ continuous لـ discrete والـ continuous function. الـ function بتاعتي لما اجي اتكلم عنها زي ما قلت لك ممكن نقسمها اقول ان هي f of x y للفاريبل x and y، او ممكن نعبر عنها بالبروبابيلتي نقول ان هي probability ان x بتاعتي equal value وال y equal value. خلاص انا كده دايما الفانكشن بتاعتي هتكون فيها ايه؟ فيها x وفيها y. ده مثال للديسكريت، يعني لو عندي في فانكشن ال x بتاعتها ممكن تكون 1 او 2 أو ثلاثة، والواي ممكن تكون واحد أو اثنين أو ثلاثة. جوه التيبل ده هي دي مين؟ دي اف اوف اكس اي اوف واي. بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انت الفانكشن دي لو الاكس بتاعتها بواحد والواي بتاعتها بواحد فالبروبابيلتي ان ده يحصل بكام؟ صفر. ان الاكس بتاعتها اثنين والواي بتاعتها بواحد البروبابيلتي ان ده يحصل بكام؟ صفر. وهكذا. المفروض ان في خصائص للفانكشن نفسها، طبعا نفس الخصائص بتاعت البروبابيلتي ان المفروض السمشن بتوع الست حاجات دول بكام؟ بواحد. خلاص؟ ان دايما كل الارقام اللي هنا اكبر من الصفر او اقل من الواحد. خلاص؟ دي كلها خصائص مين؟ البروبابيلتي دي مشتركه سواء كنا بنتكلم على سنجل فاريبل او بنتكلم على مين؟ على دبل فاريبل. خلاص؟ فهنا ده اشكال او ده شكل فانكشن من الفانكشن اللي هي مين؟ اف اكس واي. دي برضه هنا في كونتينيوس، كونتينيوس بنتكلم على شكل اريا معينه او فوليوم معين. ده هنا الاكس فاريبل وده الواي فاريبل وده الاكس بتاعتي. خلاص؟ تاخد شكل فانكشن بهذا الشكل. برضه نفس الفكره، انا عندي اكس معينه وواي معينه بتتم مين؟ البروبابيلتي بتاعتي. خلاص؟ ده كده ايه؟ ده كونتينيوس وده كمين؟ كريسبي. انا اقدر اعبر عن الفانكشن بتاعتي خلاص سواء كانت ديسكريت فانكشن او كونتينوس فانكشن في مين؟ في تو فاريبل اكس اند واي. دي رسمه عموما. يعني الفانكشن هنا الاف دي هي بتمثل لك السامبل خلاص، يعني مش بروبابيلتي، بتمثل لك هنا السامبل لمين؟ الشكل بتاعك. اجيب لك رسمه دلوقتي هنيجي نتكلم على الخصائص بتاعت الكونتينوس، هجيب لك رسمه فيها شكل الديستريبيوشن بتاعي في الاكس وفي الواي وفي البروبلم. تمام؟ هنا بقى بنسمي لما يكون عندك الاكس والواي ديستريت فاريبل بنسمي الفانكشن اللي هي اف اكس واي بنسميها الجوينت بروبلتي ماس فانكشن. لكن لما يكون الاكس والواي كونتينوس بنسميها جوينت بروبلتي بيست فانكشن. إذا نفس الاسم اللي كنا بندرسه فين؟ في الاف اوف اكس بس لوحده، مكان وان فاريبل، خلاص؟ كنا في الديسكريت بنسميها ماس فانكشن، وفي الكونتينيوس كنا بنسميها ايه؟ دينست فانكشن، خلاص؟ أنا هنا بس ايه؟ عشان أبقى فاهم الفرق ما بين مين؟ بين الكونتينيوس والديسكريت. طيب، ناخد مثال كده عشان نبدأ نفهم القصة بتاعتنا. عايزين مثال يوضح لنا شكل البروبابيلتي لتو فاريبل اكس وواي. هنا بيدينا مثال يقول لك عندك لارج انشورنس ايجنسي خلاص شركه تامينات بتخدم عدد كبير من الزباين بتعمل حاجتين. اولا بتعمل حاجه اسمها هوم اونر بوليسي خلاص، ان تعمل تامين على البيت بتاعك واوتوموبيل بوليسي خلاص، انك تامن على مين؟ على العربيه او السياره بتاعتك. فممكن الزبون بتاعي العميل بتاعي لا اما يامن بس على بيته لا اما يامن على مين؟ على العربيه بتاعته، او يامن على مين؟ على الاثنين. فالشركه هنا بتديله بتكتبه خلاص بتديله خصم ان هو لو اشترك هنا واشترك هنا خلاص وكان قيمه الاشتراك بتاعه مثلا عالي في ده فبياخد خصم ايه؟ اكبر. فهنا بيقول لك البوليسي في عندك خصم
اما 100 دولار لا اما 250 دولار. بس انا لو هيعمل فود بوليسي الخاص اما 100 لا اما 250، فدول كده ممكن يوصلوا كده ايه الاكس بتاعتي الفاريبل بتاعي هو الخصم. لو انا هعمل تامين لمين؟ للعربيه، خصم اما 100 جنيه لا اما 250 جنيه. وفي نفس الوقت لو هامن على البيت بتاعي ممكن الخصم بتاعي يبقى صفر ماتش خصم او 100 او 250. ثلاث حاجات الاكس بتاعتي 2 والواي كام؟ 3. فالراجل هنا مبين لك الجدول probability function the two variables x و 100 x و 1. الاكس ده بتاع الايه؟ التوتو خالص، والواي بتاع الايه؟ الهوم ورك. فالاكس لو قلنا كام؟ 1 2 ال 100 وكام؟ و 250. الواي صفر او 100 او 200. ده جدول الارقام اللي جوه الجدول هي دي البروبابيلتي فانكشن للتو فاريبل اكس اند واي. بمعنى ان لو الراجل ده هياخد خصم 100 خلاص في الاوت بوليسي وصفر هياخد خصم في الهوم اونر، ده البروبابيلتي اللي ده يحصل ايه؟ بوينت. وهكذا اي قيمه للاكس واي قيمه للواي تلاقي ايه؟ تلاقي الفاليو البالانس بتاعها. تمام؟ ايه ده الراجل ده طالبه مني؟ طالب مني ان انا اعرف probability x equal 100 و y equal 100. x 100 يعني ممكن عليه على ده و y equal 100 بكام؟ بده. انا بتكلم عن اي probability؟ 0.1. انا ممكن اكتبها بالشكل ده كده في x 100 y 100 او اقول ان هي ايه؟ f مرة ايه؟ عارفه 100 و100. ده الفانكشن تو ايه؟ تو فاريبل تبقى بالشكل ده. طيب لو انا عايز اعرف probability ان الواي جريتر ذان 100 مين بقى؟ ناخد مين؟ شيل العمود اللي فيه الصفر. شيل العمود اللي فيه الصفر ده اكبر من 100 يعني 100 او 200. خلاص؟ probability ان الواي اكبر من 100 هو ده وده. بس انا عندي كام رقم؟ كده ده وده وده وده. هل الراجل هنا قال حاجه بالنسبه للاكس؟ لا. انا بتكلم هنا على مين؟ على مجموع دول كلهم اللي هو واي ب 100 واكس ب 100. واي ب 100 واكس ب 250. واي ب 200 واكس ب 100. واي ب 100 ب 200 واكس ب 250. انا بتكلم على مين؟ مجموع الاربعه دول. بوينت 1 بوينت 1 5 يعني بوينت 5 بوينت 2 يبقى بوينت 4 5 بوينت 3 يبقى بوينت 6. انا كده قدرت اطلع البروبابيلتي اللي هو طلع. وهكذا نطلب منك اي حاجه ثانيه تقدر من الشكل ده انك تستنتج البروبلم. تمام؟ نحط طبعا امثله عشان نوضح للناس الفكرة ايه؟ الفكرة العامة للموضوع. للإجابة بتاعت السؤال. طيب الخصائص بقى الـ characteristics بتاعت الـ joint probability mass function. قلنا كلمة mass انا بتكلم على الديسكريت. فأشهر الخصائص زي ما احنا عرفناها لكل الـ probability functions السابقة ان الـ f عند أي x عند أي y اي قيمه جوه الجدول هتكون اكبر من الصفر واقل منين؟ من الواحد. ان لو عملت سبميشن جمعت كل الارقام اللي في التيبل كل البروبابيلتي اي اكس واي واي لازم في الاخر ان هو يطلع بكام؟ واحد. دي خصائص عامه لمين؟ للبيست فانكشن. لو انا عايز احسب اف اوف اكس عند اي نقطه اكس عند اي نقطه واي هي البروبابيلتي عند اكس بالقيمه دي والواي فين؟ بالقيمه دي. بس اللي هي زي ما احنا شفناها في الجدول حددنا النقطه اللي احنا ايه؟ اللي احنا هنشتغل عليها. دي كده خصائص مين؟ للماس فانكشن الديسكريت. نفس الكلام لو انا بتكلم بقى على الدينست فانكشن اللي هي كونتينيوس. لو الواي والاكس كانوا الاثنين ايه؟ كونتينيوس فاريبل عندي. برضه نفس الكلام ان الاف اكس وال خلاص
اي نقطه في اكس اوف واي لازم تكون اكبر من 16 واقل من 1. المره دي بقى مش سمشن كونتينوس، احنا بنتكلم على ايه؟ انتجريشن. انتجريشن ماينس انفينيتي تو انفينيتي اكس اوت للواي لاي قيم اف اوف اكس واي لازم يطلع عندك بكام؟ 1. لو عملت انتجريشن في اكس وانتجريشن في واي لازم السمشن بتاعي كله في الاخر يطلع بكام؟ يطلع 1. تمام؟ لو انا بقى عايز احسب لي ريجن معينه، ريجن دي اسمها ار يعني في 2 دي، دي 2 دي لان احنا بنتكلم على ايه؟ اثنين فاريبل اكس ومين؟ اكس وواي. فانا عندي قيم من الاكس وقيم من الواي في الريجن اللي انا عايز احسب عنها. يبقى كاني بعمل انتجريشن فين؟ للريجن دي اللي هي 2 دي اكس وواي لمين؟ للفانكشن بتاعتي. ادي لك الصوره دي مثلا شكل الفانكشن ده اكس اكسس اللي هو الفاريبل اكس وعمودي عليه كده مين؟ واي وده مين؟ اف اكس واي. ده نورمال ديستريبيوشن، بس نورمال ديستريبيوشن مش 1 فاريبل ده 2 فاريبل. فشكله عامل ازاي؟ عارفين الجبل؟ زي الجبل كده زي الكون كده مخروط. خلاص؟ فله قيمه في واي وله قيمه فين؟ في اكس. يعني لو عايز احدد ريجن معينه عايز احسب لها بروبابيلتي، فهو هنا محدد لك اهو ريجن اللي هي اللون الازرق فيه، ده اللي انت تقدر ايه؟ تحسب البروبابيلتي سواء بقى في اكس هنا او بالنسبه لواي فين؟ هنا على محور واي وعلى محور مين؟ على محور اكس. انا كده قدرت ان انا احدد ايه؟ الفانكشن بتاعتي لو هي كونتينيوس اقدر احددها بالانتجريشن في اكس وفي مين؟ اكس وفي. ناخد مثال على الكونتينيوس. مثال هنا بيقول لك عندك في كوليدج بروفيسور دكتور عايز يعمل ريليشن ما بين حاجتين، الوقت اللي الطلبه بتاخده عشان تعمل الهوم ورك بتاعها في البيت، وما بين البرسنتج اللي بيخلص من الهوم ورك. يعني ممكن طالب انا مديك وقت مثلا يعني 3 اسابيع تعمل فيه الاسايمنتس بتاعتك. خلاص؟ في طالب ممكن يخلص الاسايمنت في يوم. في طالب ممكن 3 اسابيع ما يخلصش 10% من الاسايمنت وهكذا. هو بيعمل ايه بقى؟ يشوف كل الطلبه ستاتستيكالي بقى كل الطلبه خد وقت قد ايه هو بيعمل الهوم ورك بتاعه ويخلصه في قد ايه، وهل خلصه اصلا ولا ما خلصوش. فعمل تو فاريبل، الفاريبل الاولاني سماه اكس، ده بيعبر عن عدد ايام الاسبوع اللي الطالب بيعمل فيها الاسايمنت، وفاريبل ثاني اسمه واي بيمثل لك البرسنتج من الكومبليت اسايمنت اللي هو خلص قد ايه من الاسايمنت بتاعه خلال الفترة. فلقى ان هي لها فانكشن، الفانكشن دي اف اوف اكس اوف واي باي فاريت ديستريبيوشن او جوينت ديستريبيوشن، عبارة عن فانكشن في اكس وفي مين؟ وفي واي، حيث ان الاكس يعني عدد الاسابيع اللي خد فيها الاسايمنت بينزلوا لكام؟ في 2، يعني من صفر لحد اسبوعين معاه ان هو يعمل اسايمنت. والواي اللي هي البرسنتج بتاعت الاسايمنت كومبليت بينزل 1، 0 يعني ما خلصش حاجه خالص في الاسايمنت، 1 يعني خلص 100% من الاسايمنت. فلقى ان هي تخضع لمين؟ لهذا الديستريبيوشن. جميل قوي. اللي الطالب عايز يعرف probability ان لو اخترت select students من الكورس بتاعي يكون هو دخل assignment in this day اقل من 1 week. الراجل ده في اقل من اسبوع. خلاص؟ with more than half of assignments complete. ان يكون خلص اكتر من 50% من assignments. انا كده الاكس بتاعتي من كام لكام والواي من كام لكام؟ جميل. يبقى انا بالنسبه لي الكورس بتاعي هو عايز خد ليس ذان 1 ويك، اقل من 1 ويك. هو اقل حاجه كام؟ صفر. خلاص يبقى اقل من الواحد، يبقى من صفر لكام؟ من صفر لواحد. وعايز يكون خلص اكتر من 50%. يعني ايه؟ اكتر من النص. يبقى من النص لكام؟ لواحد. خلاص يبقى انا اكن بالظبط هعمل انتجريشن. ليه هعمل انتجريشن؟ ده كونتينوس. هعمل انتجريشن عايز probability
ان الاكس اقل من الواحد والواي اكبر من النص، ده اللي طلبوا مني. لكن هعمل انتجريشن للاكس من 1 والواي من نص الكام؟ من نص الواحد. دي الفانكشن اللي هو الدهني جدا في المساله اللي هي اكس واي اللي هي الباي فاريانت. هبدا اعمل لها انتجريشن بالنسبه للاكس بالنسبه لمين وبالنسبه للواي. لما اجي اعمل لها انتجريشن انت اساسا في الانتجريشن ده الاربع اسابيع اللي فاتت بس لا ده عيب عليك، ده احنا بنتكلم لسه النهارده موضوع انتجريشنز عظيمه يعني. لا ده احنا لسه بنقول ايه. طيب فلو عملنا انتجريشن هنا بالنسبه لواي، واي سكوير كام؟ ماي كيوبيك اوفر 3 بلس على 3، 3 مع 9 هتبقى كام؟ 3 على 10 اكس باي كيوبيك. ولما اعمل انتجريشن هنا هتيجي هنا واي ايه؟ 5 بس ببدا اعوض من كام لكام؟ نص لواحد كده هتلاقي كل الواي اللي في الانتجريشن مالها اختفت. يبقى عندنا مين؟ ده اكس. اعمل انتجريشن ده اكس انتجريشن اكس اكس سكوير على 2 بكام؟ 160 بلس هنا في اكس مفيش، يعني الانتجريشن بينزل اكس تطلع ايه؟ تطلع اكس. طب تعوض من صفر لكام؟ من صفر لواحد تطلع ان البروبابيلتي ان الطالب خلص اقل اسبوع اكثر من 50% تقريبا 0.23. دي probability ان لو اخترت طالب هي احتماليه انه يكون خلص الواجب بتاعه وقت معين وكده. تمام؟ ده اول جزء عندنا في المحاضره ان انا ابقى فاهم ازاي ان انا اجيب الباي فاريانت ديستريبيوشن. او الباي فاريانت ديستريبيوشن بيعبر عن ايه؟ عبر عن حاجتين خلاص؟ تو فاريبل لمين؟ لنفس الاوتبوت من الاكسبيرمنت بتاعتي. عندي تجربه بعملها بس بطلع منها ايه؟ حاجتين ببص عليهم. زي ما احنا قلنا اشهر مثال زي قيمه الفولت بتاعي وقيمه التايم اللي بيحصل عنده مين؟ الماكسيمم. طيب يهمني برضو في الباي فاريانت ديستريبيوشن ان انا ابص على حاجه اسمها المارجنال بروبابيلتي ديستريبيوشن. اوريدي ممكن يكون عندي الاكسبيرمنت معروفه حته ان انا اقدر احدد التايم او الفولت اللي يحصل عنده بريك داون خلاص بالنسبه للفانكشنز بتاعتي ممكن تكون انا عارفها. بس انا مهتم بحاجه معينه individual probability، يعني عايز الخص ال f of x of y لحاجه انا مهتم بيها. انا مهتم مثلا اكتر بالفولت الفاريبل اللي اسمه الفولتج اللي هو x مثلا، فعايز استنتج لو الاكسبيرمنت عندي هطلع f of x y انا عايز بس اهتم بمين؟ f of x بس. عايز ان انا اجيب علاقه تربط ما بين الباي فاريانت ديستريبيوشن بالانديفيديوال او السنجل مين؟ سنجل فاريبل ديستريبيوشن. ازاي ان يكون عندي تجربه او بتاع الاكسبيرمنت بتاعتي حاجتين الفولت والتايم، وانا بس عايز اهتم بمين؟ الفاريبل واحد او ابص على فاريبل واحد اللي هو مين؟ الفولت. خلاص؟ ازاي ان انا من هنا استنتج بكل بساطه لو انا بتكلم على سكريت probability distribution فالf of x of y هي عباره عن summation لمين؟ لقيم y. لو انا لو عايز x يبقى معنى summation لمين؟ لقيم y لكل f of x of y. انا لو already عندي f of x of y عملت لها summation ل y كده انا هجيب مين؟ f of x. بالعكس لو انا عايز اهتم بالتايم مش بالفولت هو ال y مش x، فلو عملت summation لكل الباي فاريانت ديستريبيوشن بالنسبه لاكس انا كده مين؟ جبت اف اوف 1. انا دلوقتي اقدر في الديسكريت باي فاريانت ديستريبيوشن هو موجود عندي استنتج منه الانديفيديوال بروبابيلتي ديستريبيوشن اف اوف اكس او اف اوف 1 ده او ده. جميل؟ ده عملت مثال فات كامل مره واحده بس. اه بالظبط اكني هاخد الصف مش هكمل بقى احنا الديسكريت ده. هنعمل ايه؟ هنجمع الصف ده يبقى انا كده بحسب مين؟ الاكس. هجمع كده بالنسبه للواي كلها يبقى انا هجيب مين؟ اكس. هاخد نفس المثال اللي احنا شفناه ده دلوقتي وايه؟ ونجاوب عليه. نفس المثال اللي احنا كنا بنحله. ده كان الجيفن. ده
كان مديني واي وي اكس اللي هو كان الناس تفتكر المثال الخاص بتاع انت بتعمل كومبيل بوليسي ولا هورمون خالص. ففي عندك اكس وفي واي. لو انا عايز احسب اف اكس بس انا هعمل سمشن لمين؟ للفاريز بتاعت الواي. زي مثلا فين فاريز الواي؟ لو انا عايز اف اكس هنا هجمع كل فين الواي 0.2 + 0.1 + 0.3 × 0.5 0.05 0.1 × 0.3 × 0.5 معناها ايه؟ لما الاكس ب 100 بروبابيلتي ان الاكس ب 100 كام؟ نص. بروبابيلتي ان الاكس بتديله 50 بكام؟ نص. انا لما جمعت دول طلعت بس البروبابيلتي مين اكس. هل الفين دي لها حاجه بتدي الواي؟ لا ده بس مين؟ ده اف اكس بس. لو عايز اطلع اف واي بس بدل ما كنت بجمع كده بجمع ايه؟ راس ده وده 0.2. فلما الواي بصفر كانت البروبابيلتي كام؟ 0.25. ده وده انا لما الواي ب 100 البروبابيلتي كام؟ 0.25. جمع ده وده 0.5 لما الواي ب 200 كان ده بكام بروبابيلتي؟ 0.5. انا عندي اف اوف واي هي عباره عن ايه؟ اف اوف واي. لو الواي بيصير بزيرو يبقى البروبابيلتي بتاعتها بكام؟ 0.5. لو الواي ب 100 يبقى 0.5. لو الواي ب 200 يبقى 0.5. انا كده عرفت الاف اوف اكس وكده عرفت مين؟ الاف اوف واي. كل دول استنتجتهم لما اداني ايه؟ اف اكس اوف واي اللي هي الباي فاريت ديستريبيوشن. انا اقدر من الباي فاريت ديستريبيوشن استنتج الانديفيدوال ديستريبيوشن بتاعي اف اوف اكس او اف اوف تمام؟ احنا ماشيين بالراحه اهو حته حته عشان الناس ما تتوهش. خلاص بالنسبه بقى للايه دي الكونتينت او دي المارجنال بروبابيلتي دانس فانكشن. دانس فانكشن بدل ما كنت هناك بعمل سبمشن هعمل هنا ايه؟ انتجريشن. برضو لو انا عايز احسب اف اوف اكس يبقى هعمل انتجريشن ايه؟ لواي. لو عايز اعرف اف اوف واي هعمل انتجريشن بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس. خلاص الموضوع سهل وايه؟ سهل وبسيط. ده نفس المثال اللي احنا كنا مجاوبينه من الكونتينيوس. هنحله تاني مين؟ ازاي احسب اف اوف اكس لو انا عندي اف اوف اكس واي. الراجل كان مديني اف اوف اكس واي اهي تسعه على 10 اكس اي سكوير بلس واحد على 5 دي 1. لو انا عايز اعرف اف اوف اكس انا هعمل انتجريشن بالنسبه لمين؟ لواي. واي هنا كانت من كام لكام؟ من 0 ل1. فانا هعمل انتجريشن للترمينال بالنسبه لمين؟ بالنسبه لواي. تيجي تبص هل هنا هتلاقي في الانتجريشن هنا في الاخر واي؟ لا ده عمرك ما هتلاقي فيه واي. ليه؟ لان انا عايز احسب مين بس؟ اف اوف اكس. فطبيعي ان الاوت اللي هيطلع عندك يكون فانكشن في مين؟ فانكشن في اكس. نفس الكلام لو انا عايز احسب اف اوف واي هعمل ايه؟ نفس الفانكشن اللي فوق بس هعمل انتجريشن بدل من واي هيبقى ايه؟ اكس. الاكس عندي كانت من كام لكام؟ 0 ل 2 2 اكس. ابدا اعمل برضه الانتجريشن ده الاقي ان هو ايه؟ في الاخر فاريبل في مين؟ في الواي. مش في اي ايه؟ مش في اي اكس. انا كده اقدر استنتج اي اف اكس اي اف اوف واي لو انا عندي مين؟ اف اكس اوف واي. لو عندي الباي فاريت اقدر استنتج منه مين؟ الانديفيدوال ديستريبيوشن. فاحنا كده النهارده اتكلمنا على جزئيتين. جزئيه ان انا ازاي اكون باي فاريت ديستريبيوشن واستنتج اي قيمه عند اي اكس عند اي واي، وازاي ان انا احول من الباي فاريت ديستريبيوشن الى الانديفيدوال ايه؟ ديستريبيوشن اكس واي. تمام؟ في مشكله في هذا الكلام؟ في كمان نقطة مهمة بنحب إن احنا نعرفها واحنا شغالين ستاتيستيكال ديستريبيوشن خصوصا في الهاي فولتج. حاجة احنا برضو ذكرناها في الانديفيديوال وهنذكرها هنا. في بعض الحالات احنا زي ما قلت لك المثال العام اللي احنا شرحناه إن احنا كنا بنقول إن عندك اكسبيرمنت ببص فيها على حاجتين تو فاريبلز زي الفولتج وزي التايم. تمام؟ وبعد كده اهتميت بحاجة معينة اللي هي مين؟ الفولت مثلا بتاعي. خلاص؟ انا مش بص على التايم خالص، انا يهمني القيم او قيمه فولت معينه اللي هيحصل عندها شكلها او البروبابيلتي ان يحصل الكلام ده قد ايه.
لا ده انا في كمان عندي بقى الحاجه الثالثه اللي هبص عليها هو الكونديشنال بروبابيلتي ديستريبيوشن. ايه الكونديشنال؟ شرط ان انا مش هبص على الفولت وخلاص عام، لا انا هبص عند الفولت او البروبابيلتي بتاعه الفولت بتاعي عند تايم محدد. انا ببص يا جماعه عند التايم الفلاني، يبقى انا هبص على كل الفولتج بس ات ايه؟ تايم محدد. خلاص ممكن يكون التايم ده رقم يعني مثلا عند 0.1 مايكرو سكند مثلا يعني، او ان انا هبص عليه على رينج معين من مين؟ من التايم. فدلوقتي ببص على حاجه بقى ايه؟ تفصيليه اكتر، كونديشنال، شروط ان انا عايز اعرف البروبابيلتي بتاعتي بتاعت الفولتج بس عند كونديشن معين من مين؟ من التايم. فده اسمه ايه؟ اسمه كونديشنال بروبابيلتي. تعريفه ايه؟ حاجه طبعا احنا درسناها بس نكررها تاني. الكونديشنال بروبابيلتي لو انا عندي الفانكشن f of x of y اللي هي الباي باي ديستريبيوشن او جوينت ديستريبيوشن، خلاص؟ وانا عايز اعرف الفانكشن بتاعت الواي at given x عند x محدده، عايز اعرف ال f of y دي بكام؟ هي عباره عن مين؟ هي عباره عن الفانكشن f of x of y مقسومه على ال f of x. ايه ده؟ يعني هي عباره عن الباي فاريا ديستريبيوشن على الانديفيديوال ديستريبيوشن او اللي احنا سميناه ايه؟ مارجنال ديستريبيوشن. يبقى حاصل قسمه الديفيجن بتاع الجوينت ديستريبيوشن على المارجنال ديستريبيوشن ده اللي احنا هنسميه بقى الاسم الجديد اللي هو مين؟ الكونديشنال. يبقى الكونديشنال بتاعي هو عباره عن مين؟ الحاجتين اللي قلتهم قبل كده، الباي فاريت او الجوينت ديستريبيوشن مقسوم على مين؟ على المارجنال ديستريبيوشن. المارجنال ديستريبيوشن ممكن يكون at x محددة، x مثلا زي ما قلت لك 0.1 ملي او مايكرو سكند، يبقى انا كده محدد ايه؟ محدد x، يعني بعد ما جبت f of x انا هاخد مين؟ x محددة. او ان انا احسبها مين؟ جنرال x. خلاص؟ يبقى انا ده اسمه ايه؟ اسمه ال conditional probability distribution. ال conditional بالنسبة لي هو شرط ان انا ببص على حاجة معينة للفانكشن ايه؟ الفانكشن. تمام؟ طبعا الكلام ده سواء كنا بنتكلم بقى على الكونتينيوس او الديسكريت بتلاقي كل الايه؟ كل القصه شبيهه ببعضها شويه. ده مثال عشان خاطر نشوف حته الكونديشنال. نفس المثال اللي احنا خدناه بنكرره تاني للكونديشنال. هنا في نفس المثال محتاج نعرف ايه؟ عايز يعرف خد بالنا بقى probability that the detectable amount the auto policy اللي هو الاكس الاكس لما اكس ب 100 تمام given that the detectable amount on the whole owner policy 200. يعني ده لك given ان لما الواي ب 200 عايز يعرف f of x بكام؟ ب 100. ده conditional probability f of x ب 100 كونديشن ان الواي بكام؟ ميتين. طيب احنا قلنا الكونديشنال بروبابيلتي عباره عن جوينت ديستريبيوشن مقسوم على المارجنال ديستريبيوشن. حلو قوي. ازاي استنتج من الجدول ده القيمه بتاعته؟ اتفقنا ان هو عباره عن مين؟ الجوينت ديستريبيوشن عند النقطه دي اللي الراجل محددها لي اكس ب 100 واي ب 200 بكام؟ 0.2. ده ايه؟ ده الجوينت ديستريبيوشن. المفروض ان هو ديفايدد مقسوم على المارجن ديستريبيوشن بتاعت مين؟ الواي بكام؟ ب 200. فين الواي ب 200؟ لما نيجي نجمع كده الواي بتاعتي عند الواي ب 200 بكام؟ 0.5. هتلاقي هنا 0.2 ديفايدد على مين؟ 0.5. خلاص؟ probability او conditional probability ان الاكس بتاعتي ب 100 given that من الواي ب 200 هي كام؟ 0.4 اللي هي حاصل ضرب حاصل قسم الجوينت probability عند الكونديشن الراجل حدده لي مقسوم على مين؟ على المارجنال distribution عند برضه مين؟ الكونديشن اللي هو حدده كده. لو انا ايه؟
لو انا بتكلم عند اكس محدده وواي محدده ممكن احسبها ان جنرال ممكن احسبها ان جنرال زي النقطه اللي بعديها بالظبط. النقطه اللي بعديها عايز يعرف فاين فولس بروبابيلتي اوف ديتكتبل اماونت ذا اوتو بوليسي عموما كل الاوتو بوليسي كل الاكس سواء كان اكس 100 او 250 فوقين اكس بس given that the detectable amount in homeowner policy meeting. عايز كل ده under condition ان الواي بكام في 200. انا دايما الواي ب 200 اللي هو النص ده مين ده انا هقسم عليه ده المارجنال بتاعتي. انا هنا هعملها عند كل الاكس انا عندي كام اكس؟ 2 اكس. يبقى هنا الفانكشن بتاعتي لو الاكس ب 100 يبقى هقسم مين على مين؟ القيمه بتاعت الاكس بتاعتي خلاص على الايه؟ الـ 0.5 بتاعتي هنا الـ 0.2 خلاص؟ الواي ب 200 دي كام؟ 0.2 مقسومه على 0.5 اقسم كده 0.2 على 0.5 تطلع كام؟ 0.2 لما الاكس ب 250 والواي بكام؟ ب 200 كده كام؟ 0.6 اقسمها كده على 0.5 تطلع كام؟ انا ايه الفانكشن اللي انا كتبتها دي؟ دي الكونديشن بروبابيلتي ديستريبيوشن خلاص؟ اف اكس ات جيفن واي ات واي بكام؟ ب 200. انا الفانكشن اللي اترسمت قدامي دي هي فانكشن بتو فاليو اكس عند جيفن مين؟ عند جيفن واي. قول اي حد فيكم قول هو يعني انا فاهمها كرياضه بس انا بتكلم انا كنت معتقد ان البوزيشنال يعني عند اكس 100 جيفن ذات ان الواي ب 200 هيبقى برضه كبروبابيلتي هتبقى بتساوي ال 100 اند فيش دي طلعت اكبر يعني ده بسبب ايه مثلا؟ فقصدك بس ان انت عايز تقول حط الاكس ب 100 والواي ب 200 تطلع بوينت 2 بس ليه بقى بتطلع باكتر من كده؟ ايه الاحتمال الثانيه اللي ممكن اكس ب 100 جيفن ذات الواي ب 200 دي تخلي في احتمال اكبر؟ ليه بقى؟ لان جيفن ذات ان الواي ب 200 انا عندي فيه تو كيسز ان الواي ب 200 والاكس ان الواي ب 200 والاكس ب 250 هو محدد لك الجيفن واي واي بس يعني هو محدد لك جيفن للواي بس ما حددتش للاكس فعشان كده بقى يعني كاني بقسم على البروبابيلتي واي ب 200 دي بقسم على كان ده الكل هو واي ب 200 كل علشان كده بقسم على نص ده الكل بالظبط هي كل مين؟ كل الواي ب 200 علشان كده 4 من 10 دي اللي هي بتعبر عن 2 من 10 من النص من الواي بالظبط 2 من 10 من كل واي اسمها كونديشن خلاص مشروطه ان هو مش هبحسب اللي انت كنت بتقول عليه ده انا بحسب ان probability ان x ب 100 والواي ب 200 بس لكن هنا السؤال كان ايه؟ conditional يعني ايه؟ يعني الواي سوري الاكس ب 100 for any value of الايه؟ of الواي خلاص اللي هي الواي ب 200 يعني for any value عند الواي بكام؟ عند الواي ب 200 خلاص بالظبط عند كل الايه؟ كل حاجه لها اصبح المجال او كله اللي هو بيبقى 200 بس بالظبط غير لما انا اقول لك انا عايز اكس بكذا واي بكذا حاجه ثانيه خالص يعني كده رجعنا لاول نقطه خالص انا كده بحدد بروبابيلتي عند ايه؟ عشان كده النقطة. عشان كده عشان احنا واخدين كونديشن عام عند الجوينت بروبابيلتي ان انا دلوقتي ما عنديش احتمال معين ان كده حصل مش حاجه كده حصل يا اما اكس حصل واحتمال ان هو كمان يحصل نفس التاني فانت بتتكلم على كونديشن ولا ده العادي؟ تمام كونديشن هنا هو اكيد الواي خلاص بالظبط انا محدد حاجه والحاجة التانية بالنسبة لي هي المجهول فأنا بحسب probability بتاعتها for given مين؟ for given one تمام؟ ده كده لو discrete خلاص برضو نفس الكلام لو أنا بتكلم بقى على حاجة continuous دي ال probability عموما بتاعت ال conditional probability هي function فهي function أنا لو جيت حسبت عند أي نقطة لازم هتكون اكبر من الصفر واقل من ايه؟ من واحد، لان هي في الاصل برضه كونديشنال
هي probability، فتخضع لمين؟ لنفس الخصائص probability بتاعتها. لو انا جمعت كل التيبل اللي كان موجود عندي اللي هي كان قيمه 0.4 و قيمه 0.6، لو انا جمعت كل القيم بتاعتي لازم هما تساوي كام؟ تساوي 1. حتى برضه لو هي conditional probability فهي تخضع لنفس قوانين العامه لمين؟ للprobability، ان السمشن بتاعتي تجميع كل الارقام لازم يكون بيساوي كام؟ لازم يكون بيساوي 1. خلاص؟ ودي طبعا حاجه بالنسبه لك ان تكون عارف الخصائص بتاعت الداله. ده مهم ان انت لما تطلع التيبل بتاعك تبقى انت عارف ان كل الارقام اللي جوه لازم تساوي 1، فانت غلطت في رقم وانت بتحسب. تمام؟ فتراجع ايه؟ تراجع حساباتك مره ثانيه. دي بس ان انت تكون فاهم الخصائص بتاعت الprobability. ده هنا لو انت عايز تحسب بقى اف اوف واي عند جيفن اكس، هي البروبابيلتي بتاعت الواي فور جيفن مين؟ فور جيفن اكس. نفس الكلام بالنسبه للكونتينيوس، هو اللي نفسه الديسكريت، بس بدل ما كنا بنقول هنا سمشن هنقول هنا ايه؟ انتجريشن. خلاص؟ هنا لما اكون بحدد ريجن او المنطقه اللي انا بشتغل فيها اللي هي مثلا ايه؟ الواي تنتمي للبي والاكس اللي هي الجيفن البروبابيلتي بتاعتي اللي هي ايه؟ الفاريبل variable ان انا بحدد الكونديشن بتاعي. فده كده اكني بعمل ايه؟ اكني بعمل انتجريشن للواي بتاعتي خلال الريجن اللي هي مين؟ بي. عشان البي دي طبعا تنتمي لمين؟ للانترفال بتاعت الواي عموما. تمام؟ ناخد برضه مثال على الديسكريت، على سوري على الكونتينوس. قبل ما ناخد المثال هنبص بس على حاجه مهمه للبروبابيلتي المين والفاريتيز. فين بقى احنا اخذناهم سابقا؟ لو انا بحسب للكونديشنال probability المين. احنا تعريف المين عموما لاي حاجه ديسكريت عباره عن ايه؟ summation y سقف of y. صح؟ لكن لما اكون بتكلم على conditional probability بتكلم على f of y for given mean for given x. خلاص؟ هي صحيح function تتقدم في مين؟ في الواي. فهعمل سمشن لكل قيم الواي بالنسبه لمين؟ لاف اوف اكس سوري اف اوف واي فور جيفن مين؟ فور جيفن اكس. ده كده اللي هو الميو او المين بتاع الفانكشن بتاعتي. عايز احسب لها الفارينس. الفارينس احنا كنا بنحسبه ازاي؟ عندك في حاجه من الاثنين، لما تقول واي ماينس واي بار هي المين يعني اللي احنا حسبناه فوق كل سكوير في اف اوف واي فور جيفن اكس. او ان انا ممكن اعمل لها ريفيجن لحد ما اوصل لمين؟ الجزئيه دي اللي هو الاكسبكتيشن مين الاكسبكتيشن؟ اكسبكتيشن للواي سكوير ماينس المين سكوير المين اللي انت طلعته فوق سكوير. خلاص؟ وهنا تعمل اكسبكتيشن. ايه الاكسبكتيشن للواي سكوير؟ انك بدل ما كنت بتضرب هنا في واي او سمشن واي يبقى ايه؟ واي سكوير. خلاص؟ فلو انا كده بحسب مين؟ احسب الفارينس بتاعي اللي هو السيجما سكوير. ايه علاقة الفارينس بالستاندرد ديفيجن؟ بالروت. خلاص؟ الجذر. ده نفس المثال اللي احنا كنا بنجاوبه دلوقتي بتاع الكونديشنال probability. لما طلعنا في الاخر f of x for given mean for given 1. قلنا ان كانت لما x ب 100 ال probability بكام؟ 0.4. لما ال x 250 كانت ال y كانت ال f probability بكام؟ 0.6. عشان اتاكد ان ده صح الاقي السمشن بتوع الاثنين دول بكام؟ واحد. خلاص؟ حلو قوي. الراجل ده هنا طالب مني عايز احسب المين والفارينس بتاع الكونديشنال بروبابيلتي اف اوف اكس فور جيفن واي. هنحسبها ازاي؟ احنا عشان نحسب المين قلنا عباره عن السمشن اكس في الاف اوف اكس فور جيفن واي. يعني اكن اضرب ده في ده بلس ده في ده اهو هنا 100.4 بلس 250 في مين؟ 0.6. ده مين؟ ده المين بتاعي ده الافريج. لو عايز احسب الستاندرد ديفيجن عندك تقول حاجه من الاثنين يا اما تقول اكس اكس بار دي بتاعتك او تقول ده سكوير في ده اكس سكوير مين؟ اف اوف اكس جيفن 1 بلس قيمه الاكس الثانيه سكوير مضروب مين؟ بوينت اكس. ده كده مين؟ الاكسبكتيشن سمشن اكس سكوير
f of x for given y minus mu اللي هي كام؟ بس ده بقى نحسبها بايه؟ هذا الشكل. ممكن نحسبها بطريقه ثانيه، هكتب لكم برضه بطريقه ثانيه عشان حد عايز يحسبها بايه يعني. كانت تكون ايه؟ 100 ناقص مليون اللي هي كام؟ 190 سكوير كام؟ 0.4 بلس 250 ناقص 92 كل سكوير كام؟ 0.6 ان شاء الله يطلع لك ايه؟ نفس الايه؟ نفس بلس. فكده نقدر نحسب الفاريانس ونقدر نحسب الستاندرد ديفيشن خلاص او المين والفاريانس بالكونديشنال بروبابيلتي ديستريبيوشن اللي هي مستنتجه من الباي فاريات ايه؟ من الباي فاريات ديستريبيوشن مقسومه على المارجنال ديستريبيوشن. تمام؟ خلاص احنا خلصنا هناخد مثال بس. تمام؟ ده طبعا نفس الكلام لو انا هنتكلم على ايه بقى؟ الكونتينوس خلاص؟ نفس الفكره. بس بدل ما كنا بنعمل سمشن هنعمل هنا ايه؟ انتجريشن. انتجريشن y f of y for given x. تمام؟ برضه نفس الكلام اللي هيحصل هنا الفاريانس. لما اقول y minus y bar كل سكوير f of x f of y for given x او ان انا احطها بقى بالشكل ده. y سكوير f of x of y dy minus اللي انا جبتها فوق ايه؟ في حاله خاصه من الكونديشنال بروبابيلتي ديستريبيوشن ان ممكن يكون التو فاريانت اللي انا ببص عليهم زي التايم والفولتج الاثنين يكونوا اندبندنت فاريانت. الاثنين يكونوا اندبندنت لا يعتمدوا على بعض خلاص. طب ودي هتعمل ايه او ايه الخصائص بتاعتها ايه اختلافها على التانيين؟ اعرفها ازاي؟ في عندك بطريقه من الاربع طرق دول خلاص. حاجه من الاربع حاجات ان اولا لو انا عارف اوريدي الفانكشن بتاعتي f of x of y اللي هي الباي فاريت ديستريبيوشن الراجل مديني الجدول لو انا بتكلم عن ديسكريت او مديني الفانكشن لو هو لو انا بتكلم على مين؟ انا كونتينوس الراجل مديني جيفن الفانكشن f of x of y فاقدر من خلالها لو حسبت المارجنال ديستريبيوشن f of x والمارجنال ديستريبيوشن f of y وجيت عن حاصل ضرب f of x في f of y دايما لقيتها ان هي بتساوي f of x of y انا الاقي x وال y الاثنين مالهم اندبندنت. انا اوريدي لو عندي الفانكشن موجوده او الجدول بتاع f of x of y موجود انا ممكن استخدم مين؟ استخدم ده ان انا ده رقم واحد فيه ان انا اثبت ان ال x وال y مالهم الاثنين اندبندنت. او لو انا بقى عندي مين؟ الكونديشنال بروبابيلتي هلاقي ان f of y for given x هي مين؟ ال f of y. لكن اصلا f of y for given x كانت بتساوي ايه؟ عباره عن الجوينت ديستريبيوشن f x y for x y مقسوم على مين؟ على المارجنال. المارجنال اللي هي الجيفن اللي هي مين؟ ال x f x والعلاقه دي مستنتجه من اللي فوق ان انا اصلا لو هما الاثنين اندبندنت هلاقي ان f x of y ال x of y دي عباره عن مين؟ f of x مضروبه بمين؟ f of y على f ده يروح مع ده ويطلع مين؟ f. انا لو لقيت الكونديشنال probability f of y given x هي المارجنال ديستريبيوشن بتاعي f of y يبقى اذا ال x وال y الاثنين مالهم اندبندنت. تمام؟ طبعا نفس الكلام ال x نفس الكلام مين؟ ال y هكذا. تمام؟ او ان انت بتشيك الكلام ده باي بوينت. يعني ايه باي بوينت؟ يعني دي كده في الجدول هيبقى مفيش عند x نقطه معينه يعني لما في ال y فيها قيمه مش معتمد على x اصلا. هنشوفها في المثال دلوقتي. لو ما كنتش كده هتركز. طيب حاجه رابعه
ان بعمل تريسنج للبوينت. يعني انا عندي مثلا في ثلاث قيم للواي وقيمتين للاكس مثلا، فانا في كل القيم دي مفروض ان فور جيفن اف اكس واي عند مثلا اكس اي واي بي 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 هي هي الاكس بي اي بس مضروب في شو الواي عند النقطه بي. يعني انت لو جيت عند نقطه محدده شوف اف واي بكام عند النقطه دي واف اكس بكام عند النقطه دي واف اكس واي الاثنين مع بعض عند النقطه دي بكام. انا لو جيت حصل ضربهم هو واحد ده ايه ده الاكس والواي الاثنين كوبين، بس ده لازم فور اول اكس اند واي. يعني ما ينفعش ان الكلام ده يحصل، دي حاجه مهمه، عند نقطه واحده بتقول ان هو اندبندنت، لا انت لازم تشيك مين كل النقط خلاص. وارد ان يكون في نقطه واحده حصل عندها الكلام ده بس كده النقط منهم اندبندنت، فلازم لما تيجي تشيك تشيك على مين كل البوينتس كل النقط. فنقدر نستخدم اي واحده من دول عشان نثبت ان هو ان الاكس والواي الاثنين منهم اندبندنت. طيب ده المثال اهو بقى، حمل فيه جدول في اكس واي اثنين راندوم فاريبل الاثنين لهم قيمتين الاكس 01 والواي 01 وده البروبابيلتي 1.5. حلو، عايزين نشوف اكس والواي هل هم اندبندنت ولا مش اندبندنت. نعمل ايه؟ ما رايكم؟ النقطة رقم 4 اللي هي اكس 0 واي 0 اكس 0 واي 0 ده كده بتتكلم على الجوينت ديستريبيوشن ده بكام؟ 0.08 المفروض تساوي بقى بتاعت الاكس 0 بس اللي هي تحت. اه يعني احنا كده دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحسب المارجنال ديستريبيوشن. مارجنال للاكس 0 بس اللي هي الاكسات ومارجنال لمين؟ للواي خلاص. انا بديها اكس بتاعتي ولا دي فور. طيب عايزين عند نفس النقط هنا كان كام وكام؟ 0 0. طيب لما نيجي نبص هنا اف اوف اكس 0 وكام؟ اه يبقى انا عندي هنا اف اكس 0 كام؟ 0.8 كده ضربتها بواي وعايز اشوف اف واي ب 0 كام؟ 0.1. قول ان اللي حصل ضرب الاثنين دول بكام؟ 0.8.1 هو هو مين؟ ما ينفعش عند نقطة واحدة. اسمه مين؟ إذا النقطة واي 0 اكس 1 0.2 واي 0 كام؟ 0.1 واكس 1 0.2 تضرب فيها 0.1.2 تبقى كام؟ 0.2. النقطة الثانية النقطة الثالثة x 0 y 1 0.72 x 0 بكام؟ 0.8 y 1 بكام؟ 0.9 اضرب فيها 0.9.8 تطلع كام؟ 0.72. نفس الكلام هنا 0.18 حصل ضرب مين في مين؟ 0.2.9 2.9 تطلع. عملت تشيك الاربع نقاط استنتجت منها الاكس والواي الاثنين مالهم اندبندنت خلاص. انا جاي استنتجت ان ايه؟ ان انا عندي تو فاريبل اندبندنت والاثنين جوه فانكشن مارجنال جوينت ديستريبيوشن اف اكس. ده مثال تاني. هو اخر مثالين دول مش محلولين دول مع بعض. بدي لك هنا continuous function f of x y بدي لك ال function بكام؟ 4 y multiply 1 minus x 4 x 0 1 y 0 x تمام؟ عايز اعرف المارجنال
equation f x y f y y f x for given y conditional y f y for given x y is عرف هل a x و y الاثنين independent ولا مش independent خلاص تساوي بعض تمام احسب بس واحده واحده مستعجلش طيب عايز نعرف f of x نحسب ازاي f of x التكامل مع جميل عشان احسب f of x وانتجريشن لمين التكامل من 0 x بالظبط كده من 0 x التكامل الاكبر من مين 24 y minus x b قالك الحاجات دي لانها مستغربية نحن هنا بنتجريت مين بالنسبه لمين يا شباب الواي خلاص في ناس بتغلط تقوم عامل انتجريشن بالنسبه لاكس يعني هي كاتبه فعلا الفيديو هي بتاعت الواي بس محطه هنا ايه اكس خد بالك احنا بنعمل انتجريشن بالنسبه لمين الواي عشان نحسب مين الاكس خلاص نعمل بقى كده كام عامل بقى استخدام واي سكوير اوفر 2 واي ماينس اكس كام كام f of y. طيب عايزين نحسب f of x of y. f of y. دكتور احنا كنا ممكن لو ضربناه لو ضربناهم في بعض يعني ما نوصلش كده صح؟ هنضربهم عشان لو كانوا لو كانوا اه لو كانوا بيتعرفوا كنا هنبقى جبنا كام جبنا كام جبنا كام جبنا كام بس خلاص عايزين نحسب f of x for given one. قلنا ده بيساوي كام اصلا؟ f of y نسمع على y f of y f of x of y رجل منين جيبن بكام f of y بكام الجوينت ديستريبيوشن او الباي فاريت ديستريبيوشن عرفنا منه
ما يسمى بالمارجن ديستريبيوشن، استنتجنا منه الكونديشنال ديستريبيوشن. من الكونديشنال ديستريبيوشن خدنا ان في شرط ان ممكن يكون الاثنين ايه اندبندنت خلاص اكس والواي، وعرفنا كمان نحسب المين والفاريانس للكونديشنال بروبابيلتي ديستريبيوشن. خلاص ده القصه بتاعت الايه الجوينت ديستريبيوشن. تمام، حد عنده مشكله؟